بسم الله الرحمن الرحيم. الإعدادية المركزية للبنين من الإعداديات القديمة في محافظة البصرة. دخلنا مشروع احنا ان شاء الله بالتعاون مع منظمة الفردوس عن طريق تربية محافظة البصرة. مشروعنا اسمه مشروع تعافي. في كل سنة يدخل مشروع لمحافظة البصرة لمدارسها من اجل تأهيل الإعدادية المركزية. طبعا تم تأهيلها خلال هذه الفترة بعدم التلاعب بوضعيتها باعتبارها المدارس الأثرية. لذلك دخلنا من ناحية الصبغ، ترتيب ملاعبها، المكتبة الخاصة بها، الحدائق اللي موجودة، المصاطب داخل المدرسة من أجل الطلبة أثناء الفرصة. فاكتمل المشروع إن شاء الله، مشروع تعافي اكتمل. راح يكون عندنا احتفال رسمي بالتعاون مع منظمة الفردوس لمدة 3 أيام. كذلك دعينا مجموعة من الطلبة القدماء والطلبة الجدد الخريجين، وأيضا مدرسين القدماء ومدرسين الجدد والمتقاعدين. راح يكون أيضا تكريم لمدرسين المتقاعدين. طبعا من أهم طلاب الإعدادية المركزية من تاريخ تأسيسها الطالب المرحوم الشاعر الكبير بدر شاكر السياب، وكذلك الكاتب والروائي محمد خضير، ومجموعة كبيرة من طلبتنا أيضا كانوا في هذه الإعدادية. بإضافة ذلك كانت الإعدادية الوحيدة في الخليج العربي، فنلاحظ بعض دول الخليج العربي طلابها كانوا يدرسون في الإعدادية المركزية. فالإعدادية المركزية محتفظة جلاتها كلها موجودة من قيد رقم 1 إلى آخر قيد. احنا فتحناه ان شاء الله في سنة 23 اللي هو قيد 125. عمر الإعدادية المركزية قارب 98 عام، والإعدادية الحمد لله شكر باقي شاخصة. مهندس الإعدادية المركزية إنجليزي وبناءها نجفي، وكانت بناءها قديم يبنى على طريق العقادة. الحمد لله وشكر، وإن شاء الله الكادر متوفر داخل الإعدادية باقي يرفد طلب المعلومات، وتبقى الإعدادية المركزية ترفد البلد بالطلب الخريجي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا كمؤسسة سومر تنمية مواهب فنية كانت لنا مشاركة بلوحات فنية وأعمال يدوية بمناسبة إعادة تأهيل وترميم الإعدادية المركزية. هذه الإعدادية التي لها تاريخ قديم أو كبير في بصرتنا الفيحاء، التي خرجت شعراء مهمين وطلبة مهمين هم السياب ومحمد الجواهري، وكان طبعا من ضمن اللوحات لهؤلاء الشعراء. نتمنى كل التوفيق لهذه الإعدادية وكادرها، وكان لمنظمة الفردوس لبناء السلام دور كبير في إعادة ترميم وتأهيل هذه الإعدادية مع الحفاظ على الطراز القديم لها. جهود مشكورة أكيد لكل من ساهم ودعم هذه الاحتفالية. شكرا جزيلا. ميادة علي الأمارة، رئيس مؤسسة سومر. في اليوم الإعدادية المركزية بمناسبة عيد المعلم وتكريم المعلم والذكرى 98 لبناء هذا الصرح العظيم الإعدادية المركزية، وأقام هذا الاحتفال مؤسسة الفردوس مشكورة، وقدمت للمدرسين المتقاعدين في الإعدادية المركزية الدعوة لحضور هذا الاحتفال. أرجو أن تكون هذه الاحتفالية محطة فخر واعتزاز لهذا الصرح العظيم وهذا المكان الذي يليق بالبصرة وأهل البصرة. فرحانين بهذا الاحتفال الرائع، ويعني مدرستنا اول ما اجينا لها صراحه كانت شوي شلون مثل مهمله، بس بعدين لا تطور كبير، وعندنا ملعب هسه وملعب كره الطائره ورياضات متنوعه يعني، ويهتمون بالرياضه، والكادر التدريسي جدا ممتع ومتساهل ويانا. والاحتفال هسه يعني تفاجئنا بحضور الشعراء والقنوات الفضائيه والخريجين كلها موجود، يعني الخريجين من المدرسه كلها يعني مننا، شيء ممتع. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت منظمة الفردوس لبناء السلام ضمن مشروع تعافي الممول من الوكالة الأمريكية
على مشروع إعادة تأهيل وترميم الإعدادية المركزية في البصرة. هذه الإعدادية التي تعد صرحا وطنيا وصرحا إقليميا أيضا، لا نقول أن هذا الصرح هو في محافظة البصرة فقط، ولكن تخرج منه العديد من الشخصيات الكبيرة والبارزة على الساحات الكبيرة من الساحات الثقافية والأدبية وأيضا السياسية. فمنها تخرج الشخصيات أصبحوا رؤساء حكومات ووزراء وملوك أيضا، ومنها شخصيات شعرية كبيرة مثل الشاعر الكبير السياب والقاص محمد خضير، وأيضا درس فيها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري. رسالتنا مهمة جدا، هي إحياء هذا التراث والمحافظة عليه دون المساس. فكل الأعمال التي قدمت في هذه الفترة لم نعمل على المساس، على الصرح، على البناء الأساسي والرئيسي، ولكن بعض التأهيلات والترميمات من المساحات الخضراء والصبغ وغيرها من باقي الأعمال. الرسالة المهمة إلى الطلبة الذين يدرسون في هذه المدرسة أن يقتدوا بالشخصيات التي تخرجت من هذه المدرسة ليكونوا هم الجيل القادم للعراق، ليكونوا الجيل المستقبل، ليتوزعوا، ليأخذوا مهام كبيرة على مستوى أماكن متنوعة.